بعد لكمة واحدة وانسحاب بعد 46 ثانية، خرجت ملاكمة إيطاليا في أولمبياد باريس أنجلا كاريني بسلسلة من التصريحات لتنهي الأزمة والجدل بشأن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف. لا شك أن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بشأن خلاف يخص جنسها مع مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. الأزمة بدأت قبل ذلك، وتحديداً مع بطولة العالم التي نظمتها رابطة الملاكمة والتي لم يعد معترفاً بها، والتي استبعدت خليف قبل نهائي البطولة بحجة امتلاكها كروموسومات ذكورة. اللجنة الأولمبية الدولية منحت خليف حق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بشكل طبيعي لتجد نفسها أمام ملاكمة إيطاليا أنجلا كاريني، والتي رفضت في بداية الأمر خوض النزال. كاريني خاضت النزال في النهاية، لكن الأمر لم يستمر سوى 46 ثانية فقط، وبعد لكمة قوية قررت الانسحاب من المباراة وعدم استكمال هذا النزال أمام البطلة الجزائرية، وزادت من الجدل برفضها مصافحة خليف في النهاية رغم مواساة البطلة الجزائرية لها. هذه اللكمة التي تلقتها لاعبة إيطاليا ربما كانت ضمن قائمة أغلى اللكمات في التاريخ، فقد حصلت نتيجة هذه اللكمة وهذا الانسحاب على $50,000 من جانب رابطة الملاكمة الدولية. رابطة الملاكمة الدولية أعلنت منح الملاكمة الإيطالية $50,000 وهي قيمة الفوز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد، ومنح الاتحاد الإيطالي للعبة $25,000، كما سيحصل مدرب الملاكمة الإيطالي على $25,000 في ظل اعتراض رابطة الملاكمة من الأساس على مشاركة اللاعبة الجزائرية في الأولمبياد. اللجنة الأولمبية الجزائرية لم تتخلى عن ممثلتها في باريس، إذ خرجت ببيان رسمي لتؤكد أن هذه الحملة القائمة ضد إيمان خليف حملة غير أخلاقية ولا أساس لها، مع موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة اللاعبة في المنافسات. الجدل لم يتوقف، وحصلت أنجيلا الإيطالية على حملة تعاطف كبيرة على مدار الساعات الماضية منذ انسحابها من مواجهة إيمان خليف، لكنها خرجت بتصريحات حسمت كل هذا الجدل. البطلة الإيطالية بدأت حديثها بالاعتذار عن هذه الأزمة والجدل، مؤكدة أنها تشعر بحزن شديد بسبب هذه الأزمة وأنها تحترم قرارات اللجنة الأولمبية الدولية، طالما قالت إن إيمان لها الحق في المنافسة. وعن عدم مصافحة الملاكمة الجزائرية عقد النزال، أكدت أنجيلا أنها لم تكن تنوي فعل ذلك، ووجهت الاعتذار للملاكمة الجزائرية ولكل من تضرر من هذا التصرف، مبررة هذا الموقف بأنها شعرت بالغضب بسبب نهاية رحلتها في الأولمبياد. وعن كواليس هذه الأزمة، أكدت الملاكمة الإيطالية أنها على مدار مسيرتها لم تتلقى لكمة بهذه القوة من قبل، وشعرت بألم شديد في أنفها، وكان من المستحيل أن تواصل هذا النزال.